تحضير هاد الاشكال كنحتاجو بطبيعه الحال العجين المورق اللي سبق لي وحضرته معكم. غادي تظهر البطاقه ديالو الان اولا في اخر الفيديو. غادي نحتاج كذلك عناصر التزيين لا كريم باتيسير صنع منزلي، دابا نحط لكم الفيديو ديالها ان شاء الله. كنحتاجو حبيبات الشوكولا، كذلك مربى، اي حاجه بغيتو تزينوا بها ولا تحشيو بها هاد المورقات، اي شيء كتفضلوا. فانا غادي ندوز دابا نصايب العجين ونقسمه على جوج. نقسمو على أربعة وغادي نبدا نخدم كل جزء بوحدو. غادي نستعين شويه بالدقيق شويه غادي نجيب الدلاك وغادي نطلقو. من بعد ما طلقنا داك الجزء بهذا الشكل غادي نجيبو واحد السكين وغادي نقادو له الجوانب ديالو. بعد ما قدينا لها الجوانب بهذا الشكل غادي نحاولوا نقطعوها على شكل مربعات. نجيب غير سكين صغير غادي نديروا الشكل الاول. الشكل الاول غادي نشدو غادي نطويوها بحال هكا على جوج ونقادوها لانها المشي على شكل مربع. غادي نطويها على جوج وغادي نقطع بحال هكا بهذا الشكل، ما غاديش نوصل للجوانب. بهذا الشكل كنتمنى تكون الفكره واضحه. من هنا هنا ما نوصلش، هاد الجنب بحال هكا يكونوا مفتوحين. غادي نقلبهم نعكسهم وغادي نحط كل قنت في القنت اللي مقابل معاه بهذا الشكل. كنتمنى يكون الشكل واضح والفكره كذلك واضحه. غادي نعاود معكم واحده اخرى مربع لا ما نطويو ونحاولوا ما نوصلوش للقنت الفوقاني. غادي نقسمو هاد الجوايه بحال هكا، غادي ندير زاويه قائمه كذلك من الجهه الاخرى وما نوصلش للقنات الاخرين بهذا الشكل. انا غنفتح من هنا ومن هنا، غادي نجيب هاد القنات وغادي نعكسهم وغادي نحطهم على خوتهم في الجهه المقابله. كنتمنى يكون الشكل والفكره كذلك واضحه. فهنا عمروها بالمربى بلا كريم باتيسير باش ما بغيتو. انا غادي نديرهم بجوج، غادي ندير هنا شويه ديال لا كريم باتيسير في الوسط، نزيد ليها حبيبات ديال الشوكولا وغادي نحطها في واحد اللاطه اللي مفرشه بالورق ديال الطبخ. عندي هنا لاطه اللي كتدخل الفران، انا فزكتها هنا بشويه ديال الماء، اي شويه ماشي فازقه بزاف غير مرشوشه بالماء، وحطيت عليها ورق الطبخ باش كتعطيني البخار في الطياب وكيتورقوا ليا هاد المورقات. غادي نستفهم بحال هكا في اللاطه، غادي نكملهم انا ونعاود نتلاقى معكم. فكما قلت لكم اللي ما كيعجبوش لا كريم باتيسير ممكن يدير لهم غير المربى هكا في الوسط. فهاد المربى ملي كيدخل الفران راه كيطيب وكيتعلق ما كيبقاش بحال هكا سايح. كيكون هذا هو الشكل الاول. غادي نديرو شكل اخر. شكل اخر هو انني غادي نقطع العجين بحال هكا على شكل مربعات اولا مستطيلات صغار، واحد فيهم غادي نشدو غادي نفلحو بهاد الطريقه ما نوصلش حتى للجناب غير نفلحو في الوسط. أربعة أو خمسة الفلحات اللي بغيتو، أنا درت هنا خمسة الفلحات وهذا غادي نخليه سامبل.
غادي ندير ليه لا كريم باتيسيير في الوسط بهذا الشكل، نتمنى يكون واضح غير في الوسط ما نوصلش الجوانب، لان الجوانب خاصنا نلصقوهم. غادي نضيف ليه هنايا شويه ديال المربى، اولا حبيبات ديال الشوكولا كما كنقول دائما الحشوه كتبقى اختياريه. غادي ندير شويه ديال الماء في صبعي وغادي نديرو هكا في الجناب غير باش تلتصق لينا العجينه اي شويه، وغادي نحط هذه فوق الاخرى، نحط الجوانب فوق بعضياتهم بهذه الطريقه، وغادي نحطها في لاطات اللي كتدخل الفران. نعاود معكم وحده اخرى، فهذه غادي نشدها كما قلت غادي نفلحها، ديروا الفليحات شحال ما بغيتوا، كذلك الحجم انتما كتحكموا فيه، بغيتوا الحبات يكونوا كبار او صغار. نجي من لا كريم باتيسيير غادي نحطها في هذه اللي سامبل بهذا الشكل غير في الوسط ما نوصلش الجوانب. غادي نجيب شويه ديال المربى، غادي ندير صبعي في شويه ديال الماء قليل جدا، غادي نجيب هذه ونحطها فوق اختها ونلصق الجوانب. كنتمنى الشكل يكون واضح، فهو هذا. انا غادي نحطهم كذلك في لاطه، بعد ما عمرت اللاطه الاولى غادي نجيب هكا عندي البيض نخلط مع شويه ديال الحليب، وغادي ندير غير بالكلينيكس اولا ورق المطبخ، ما غاديش ندير الشيتا لان الشيتا كدير البيض بزاف ويقدر يسيح على الجوانب ما كيخليهمش يتنفخوا ويتورقوا، فغندير غير شي شويه بحال هكا في الكلينيكس اولا ورق الطبخ، وغادي ندوز على الجوانب ديال هذه الحلوه غير بشويه بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. فانا غادي ندهنهم كاملين وغادي ندخلهم الفران اللي عندي دابا كيسخن، سخون مسبقا كما كنقول ديما، فران ديال الضوء ولا ديال الغاز ما كيهمش، فران اللي غادي يكون سخون من قبل غادي تدخلوه على عافيه متوسطه ماشي قليله بزاف، هي قريبه القليله ولكن هي متوسطه ماشي الدرجه اللي كطيبوا بها الكيك، ما بين 190 و 200 درجه، وغادي ندخلوهم غادي يطيبوا يتنفخوا يتحمروا ونتلاقاو من بعد. بعد ما كيجمدوا معنا المورقات يكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو صراحه مورقين بزاف بزاف، كنتمنى تجربوهم. ف العجين اللي عطيتكم المقادير ديالو فهو ناجح، هادو شكلين من الحلويات، فهاد الاشكال فهاد النوع ديال الحلويات اللي كيكونوا بالعجين مورق منهم اشكال بزاف، كيجي بطبيعه الحال مقرمش كما قلت لكم مورق والقرمشه، فهو كيتفرتس معنا مورق مزيان ومقرمش. كنتمنى تجربوه، فإلا عجبتكم الوصفة ديالي ديال اليوم ما تنسوش ديروا لي جيم، بارطاجيوها مع الأهل والأصدقاء ديالكم، إلا كنتو أول مرة كتزوروا القناة ديالي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. بهذا كنكون وصلنا لنهاية الوصفة ديالتنا ديال اليوم مع وصفة أخرى إن شاء الله، مع السلامة.